أكلتنا النهاردة أكلة كلنا بنحبها، بس ساعات بنصعبها على نفسنا بشوية تكات كده لازم نعملها. بس النهاردة في الفيديو بتاعي هعمل لك شوية تكات سهلة موفرة للوقت موفرة لمجهودك في حلة واحدة، وهتطلع لك أجمل وأحلى وأطعم أكلة في الدنيا ممكن تاكليها. يلا بينا على الفيديو نشوف مكونات الأكلة الروعة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهاردة الفيديو بتاعي زي ما انتم شايفين مقاديرنا عندي هنا طماطم، حبتين طماطم وفلفل الوان وقرن فلفل حامي، وهنا الملح بتاعي، وهنا الرز واربع فخاد من الفراخ طبعا غسلهم وحط عليهم الليمون، ولسه طبعا هشطفهم كمان، وبصلايه. ويلا بينا نبدأ بقى أكلتنا. طبعا هي كبسة بس بطريقتي، كبسة سهلة وبتعمل في، يعني عايزة أقولك في 10 دقايق بتكوني مجهزة أحلى غدا وأطعم غدا، يعني بجد روعة وطعمها تحفة. أنا هنا الفخاد كانت كبيرة، فأنا بصراحة هقسم الدبوس كده هفصله عن الفخذ، يعني هخليها قطعتين عشان تبقى يعني تستوى معايا بسرعة ويبقى شكلها حلو. بس كده هقطع الأربعة بنفس الشكل. وصفة سهلة جدا مش هتاخد منك أي مجهود، وهتخلصيها في ربع ساعة أو أقل كمان، 10 دقايق بس كده. اهو بالشكل ده. يلا بقى يا ريت ما تنسينيش باللايك، واللي اول مره يشوف قناتي يا ريت يشترك في القناه ويفعلي زر الجرس عشان يوصل لكم كل اشعارات فيديوهاتي. طبعا هغسلهم تاني بعد ما قطعتهم. هحضر بقى البصلايه كده هبشرها. في ناس بتقطعها يعني شرايح كده، وفي انا بقى ايه، جربوا طريقتي دي هتعجبكم قوي في الطعم، مميز يعني طعمها بصراحه جميل جدا. انا كنت عملتها يعني من قريب وعجبت بناتي قوي، وقالوا لي ماما اعمليها تاني، يعني اعمليها ماما بالطريقة دي. انا بعملها لهم بقى بالطريقة السعودي على اصولها، بس الطريقة دي عجبتهم قوي، فانا قلت اجربها معاكم وانتوا كمان تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه في الطعمين. هتلاقوا الطعم ده مميز قوي يعني وحلوة جدا يعني بصراحة. هنبشر كل البصلايه كده، هي حجمها كبير وحلو كده يعني وسط بس كده بالشكل ده. نحط بقى طبعا شويه ملح على البصله، او بقى المحضر بس الحله اللي انا هعمل فيها. زي ما انا قلت لكم اكلتنا النهارده في حله واحده، ما فيش اي تعقيدات ولا فيها اي حاجه، وكمان بالرز المصري بتاعنا العادي ولا بسمتي ولا اي حاجه، وطالعه زي الفل وطعمها كان خرافه. هنجيب الحله بتاعتي هسخنها، وهننزل بالماده الدهنيه بتاعتي حته زبده وطبعا شويه زيت، اي نوع سمنه عندك بقى يعني زي ما انت حابه. هسيحها شويه واحط معاها شويه زيت عشان بس ما تتحرقش بالشكل ده. طبعا احنا خلاص بقى مصفين الفراخ، ما ينفعش يبقى فيها ميه خالص، يعني انا عايزه اقول لكم صفيتها كم مره، لما غسلتها كم مره صفيتها عشان ما تديش برضو زفاره ولا اي حاجه. استنى كده بقى لحد ما الزبده تسيح، وبعد كده هنزل بالفراخ تدي اللون بتاعها اهو. بس كده هنزل بكل الكمية اللي معايا. عايزه اقول لكم انا نقلتها في حلة تانية لان الحلة دي طلعت صغيرة، حجم الفخاد كانت كبيرة شوية. وهبدأ بقى ان انا اشوح فيهم
من غير اي حاجة غير بس الزبدة بس وشوية الزيت لحد ما تدي لون. اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين انا من يعني بعشق الاكلة دي جدا. يعني بصراحة حلوة يعني وخفيفة كده، ويعتبر يعني فيها كل حاجة يعني احنا بنحتاجها، بروتين، نشويات، كمان فلفل الوان، حديد، كل الحاجات المفيدة محطوطة فيها. فهي بصراحة يعني من الاكلات برضو الحلوة. يعني هو فكركم ممكن تتخن او لا؟ بصراحة لا، يعني انت حسب برضو الكمية اللي انت هتاخديها، مش لازم يعني تاخدي كل يعني طبق كبير. دلوقتي انا الفراخ اخدت تشويحة واخدت لون، نزلت بقى بالبصلة بتاعتي. طبعا البصلة انا وانا ركناها حط عليها ملح عشان برضو ما انتوا فاهمين البصل ما ينفعش يتساب. يعني عايزة اقول لكم اول ما نزلت بالبصل على الريحة وجمالها، بجد على الريحة وجمالها. بصوا يعني بصوا الفخاد اخدت لسعة كده اللي هي الشك يعني اللون الذهبي شوية. طبعا لسه كل اللون ده هيتغير بقى تشوفوه، يعني جميلة جدا. سيبها بقى تاخد التشويحة والسوا شوية زي ما انتوا شايفين كده، نغطي عليها. وانا كل حاجتي متحضرة وجاهزة، نسيبها بقى لحد ما تستوي كده. هنا بقى هنزل بالبهارات. طبعا عندي فلفل اسمر وكاري وبصل بودر ولومي وكركم، طبعا ده الاساس. هحطهم عليها وهشوحهم بالبهارات، هشوحها بالبهارات زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ده اساس الكبسة اللي هو الكركم. كركم حلو جدا طبعا، يعني عايزة اقول لكم الاكلة الكبسة دي مفيدة والله، لان الكركم بيعمل حرق ومفيد جدا. الهنود اصلا ما بيقطعوش من عندهم. يعني هنيجي بقى بالخضار وجماله بقى والواناته الحلوة دي. الفلفل الكوبي مع الطماطم، يعني اسفه بقى ان ايه ما كانش فيه فلفل كوبي اخضر، معرفش الراجل اتوصى بينا في الاحمر والاصفر، بس شكلهم تحفه بصراحه. اهو نزلت بيه، هياخدوا بس تشويحه شويه، وبعد كده ننزل بقى بالميه. هغطيها بقى تاخد تشويحه شويه كده وانزل بالميه. وطبعا حطيت الملح وكل حاجه. اسيب بقى الفراخ تستوي وتاخد سواها، وهنشوفه بعدين هنعمل ايه. بس كده اديكي شايفة، ولا في اي كركبة ولا في اي مواعين، كلها في حلة واحدة. طبعا نقلتها في الحلة اكبر عشان طبعا كانت صغيرة جدا، يعني لسه الرز بقى هيتحط وكده، فكانت مش هينفع يعني. هنا بقى كانت الفراخ بدأت ان هي تدخل في السوا خلاص، لان انتوا فاهمين الفخاد بالذات ما بتاخدش سوا، انما الصدور هي اللي بتاخد سوا شوية. والرز انا محضراه اهو حسب الكمية بقى الرز بتاعك. وخلاص كده انا الرز استوى وتشرب. حضرت بقى الصينية اللي انا هفرد فيها الرز بتاعي عشان ادي بقى شكل كده بقى للفراخ في الفرن اما ادخلها يعني وكده. اللون الاحمر الجميل اللي احنا بنحبه قوي في الكبسة. انت بقى لو حابة تغيري من الفراخ وحابة تحطي لحمة، طبعا بتسلقي الفراخ اللحمة عادي سوري، ونفس الطريقة بتعملي بيها، وبرده شوربة اللحمة بتعملي بيها الرز. وعايزة اقول لكم والله يا جماعة الرز المصري برده جميل جدا فيها، مش شرط يعني البسمتي، انا بحس البسمتي بيبقى تقيل على قلبي شوية مش عارفة ليه. وانا بحب المصري، يعني احنا مصريين بنحب المصري.
فيا رب يكون طريقتي عجبتكم ويا ريت تجربوها، والله هتعجبكم جدا لانها طعمها تحفة، يعني طعم البصل والبهارات والفلفل وكل ده عطي طعم تحفة يعني، فاهمني؟ هنبدأ بقى نرص الفراخ بتاعتنا بالشكل اللي احنا حابينه. انا حطيت كده الدبابيس زي وردة كده، بحب اللومي ده، شكلها بيدي منظر مش اكتر. وطبعا هدخلها بقى في الفرن تاخد اللون الجميل الذهبي بتاعنا اهو. وبألف هنا وشفاء علينا وعليكم ان شاء الله. وياريت بقى كده ما تنسوش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وبحبكم يا احلى متابعين. سلام.